بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إن شاء الله النهاردة هنكمل تصميم الكومبايند فوتينج، وزي ما تعلمنا في الجزء السابق جزء 3 كنا خدنا إزاي نجيب الدايمنشن بتاعة القاعدة. النهاردة هنتكلم في نقطتين، إن هي إزاي نحسب الستريسز تحت القاعدة وإزاي نجيب الستريننج أكشن بتاعتنا. فأنا عندي دلوقتي السيجما نت اللي هي تحت القاعدة هنا هوت بتساوي البي توتال على ال ار سي في البي ار سي، ده على اساس ان التي بي سي مالها اقل من كام؟ من 20 سنتي. في الحاله ديت لازم دي تبقى اقل من مين؟ من الكيو نت ايه الاول. طب لو عايز اشتغل التيميت يبقى 1.5 في البي توتال في ال ار سي في الاي بي ار سي. جبت الاف يو ان، خلي بالك ان دي وحدتها طن بير متر سكوير. لما عاوز ارسم الستريننج اكشن للقاعده او ارسم الشير فورس والبيندنج مومنت دياجرام لازم اجيب الستريسز تبقى طن بير متر ران. فانا بعمل ايه؟ باخد الاف يو ان نت ديت واضربها في مين؟ في البي ار سي، فتطلع لي وحدتها بالطن، وهي الكيو يو ان ديت، هي دي الستريسز اللي هبتدي اشتغل فيها للقاعده كانها كاميرا وابتدي اعمل لها الستريننج اكشن. طيب هنعمل ايه في الستريننج اكشن؟ زي ما اتعلمت في الاستراكشر وزي ما اتعلمت في الستريننج اوف ماتيريال، عايز ارسم الشير للكاميرا اللي زي دي. هبتدي اطلع وانزل، طبعا تطلع بقيمه مين؟ لا طبعا انت عرفت المسافه دي خلاص، اي كيو ان في مين؟ في الاف، طلعت المسافه دي نزلت يعني ماينس البي الانتيريور. طبعا هنا اشتغلت التيميت بقى، وابتدي اطلع اضرب الاس في مين؟ كيو ان، اجيب القيمه اللي هنا وبعدين انزل اجيب هنا واطلع هتقفل معايا. طبعا انا يهمني القيمه دي والقيمه دي اللي هي على وش العمود، علشان هي ديت اللي هبقى انا ايه شغال بيها للاخر، فانا بوصل النقطه دي بالنقطه ديت، يبقى انا رسمت الشير فورس دايجرام. طب عايز ارسم البندنج مومنت دايجرام، بندنج مومنت دايجرام خلي بالك زي ما اتعلمنا برضك في الاستراكشر، اي قوه بتبقى طالعه لفوق بتعمل عزم موجب. يعني المومنت الام واحد ده او الام اللي هو اللي عندك الكبير دوت، هجيبه ازاي الام واحد دوت؟ عباره عن كيو ان في اف سكوير على مين؟ على 2. يعني ده في المسافه دي، في المسافه على 2 جبت المومنت هنا، ده بيلف كده وده هيلف الناحيه الثانيه، اللي هو ماله ان هو هيبقى عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه. احنا مع عقارب الساعه ده الموجب، يبقى دوت ايه سالب، يبقى ده يطرح، يبقى طلعت فوق قيمه مين؟ الام 2. نفس الكلام الناحيه الثانيه، اجيب المومنت الناحيه الثانيه وان عندي مومنت هنا اهوت، فاقدر اجيب المومنت ام 3 اللي عندي دوت وابتدي اعلق البارابولا. طبعا ما تعلقش البارابولا ب دبليو ال سكوير على كام؟ على 8 اللي احنا اتعلمناها، لا انا يهمني المومنت عندي مين؟ عندي زيرو شير، عندي زيرو شير. طب اجيبها زيرو شير ازاي؟ الزيرو شير عباره عن اللي عند المسافه زد بتساوي البي اكسترنال التيميت على الكيو يو ان. خلاص جبت القيمه هنا اهوت الزد ديت اللي هي عند الزيرو شير، الزيرو شير ديت هي عندها الام ماكسيمم، ابتدي اقطع واخد المومنت من الناحيه دي او من الناحيه دي، من اي حته مش هتفرق، بس انا طبعا طالما انا عارف الزد هاخده من الناحيه دي، يبقى الكيو ان في الزد سكوير على مين؟ على 2 ناقص ها البي اكسترنال ديت التيميت في زد ناقص مين؟ اتش اللي هي قلنا المسافه يا اما نص العمود يا اما المسافه من السنتر بتاع العمود لحد مين؟ لحد حدود الجار بتاعتي. يبقى طلع ما تنساش دي نقطه ناس كتيره بتنساها وطلبه تنساها، ان انا عندي في مومنت تاني هنا اهوت، ده هيتجمع عشان بيلف معايا بالشكل دوت، يبقى ده هيتجمع معايا هنا، اقدر اجيب الام مين؟ ماكسيمم، وغالبا بيطلع ام نيجاتيف، لكن ممكن يطلع ام بوزيتيف. يعني في بعض الحالات ممكن الاقي ان الايه لما الكانتريفر ده بيبقى كبير شويه والكانتريفر دوت كبير شويه والمسافه دي صغيره، فانا ممكن بعد ما اجيب المومنت الناحيه دي الاقي المومنت يتعلق هنا. مهم جدا رسم البندنج مومنت دياجرام صح عشان ابتدي احط الحديد بتاعي. طالما رسمنا الستريننج اكشن نبتدي نصمم في الجزء القادم ان شاء الله. شكرا.